السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحديه ليس كأي تحد لدى أحد من الناس، إنه الإمام ناصر محمد اليماني الذي تحدى العالم عامة والصين خاصة بفيروس جديد قادم أشد بطشا من الفيروس السابق، والذي ما زالوا في حرب معه حتى اللحظة، فإذا بهم يتفاجؤون بفيروس أكثر خطورة بأعراض مختلفة تماما. وهذا ما حذر منه الإمام المهدي المنتظر وبشر الصين به بسبب إعراضهم وإخفائهم الحقائق عن العالم. تعالوا نتناول هذا الاقتباس الذي سطره الإمام المهدي ناصر محمد اليماني بتاريخ 29 من شهر رمضان لسنة 1441 للهجرة، الموافق 22 من شهر مايو لسنة 2020. يقول الإمام: ولكن الفيروس المتين القادم هو الأشد قوة وبطشا بالعذاب المتين، فإذا هم فيه يائسون، وليس على مستوى الجهاز التنفسي فحسب، بل لا مجال للمقارنة بين فيروسات كوفيد-19 والفيروس المتين القادم. يا شي جين رئيس الصين، يا من يزعمون أنهم سيطروا على عذاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى علوا كبيرا، وهم يعلمون أنهم لكاذبون. وأبشر الملحدين في الصين وقادات البشر المجرمين مثلهم أجمعين وكافة الظالمين المفسدين بفصائل فيروس جديد هو الفيروس القاصف المتين، أسود الفيروسات الأشد بطشا وأشد تنكيلا، بل لا مجال للمقارنة بينه وبين ما تسمونه بكوفيد-19، فهو الذي سوف يولي منه علماء الطب مدبرين ولم يعقبوا مهزومين جيش أطباء البشر عن بكرة أبيهم، فتخر منظمة الصحة العالمية خاوية على عروشها، فلن يغنوا عنكم من عذاب الله شيئا، بل لا ولن يستطيعوا نصركم ولا لأنفسهم ينتصرون.